السؤال اللي بعديه بيقول الجلوكوز 6 فوسفاتيز انزيم، وهو هنا الراجل بيختبر ان انت لامم شابتر الكربوهيدرات كويس ولا لا، لان الجلوكوز 6 فوسفاتيز انزيم زي ما اتفقنا ان هو ذكر في عمليتين، ذكر في عمليه جلوكونيوجينيسيس، كمان ذكر في لسه في السؤال اللي احنا لسه قايلينه قبليه اللي هو عباره عن عمليه جلايكوجين لايسيس. تمام، وبعدين زي ما اتفقنا على اي انزيم هنتكلم على بيدخل في انه باثوي، هنتكلم على الستيب، هنتكلم على الريجوليشن لو كان ليه ريجوليشن، وبعدين هنتكلم على الديفيشنسي. والديفيشنسي بتاعت الجلوكوز 6 فوسفاتيز انزيم هيسبب لي مرض هنسميه الفون جويك ديزيز، وده ممكن يجي لك في الامتحان. الفون جويك ديزيز ده بيكون مرض نتيجه لايه؟ الفون جويك ديزيز ده بيكون مرض نتيجه لديفيشنسي في الجلوكوز 6 فوسفاتيز انزيم اللي بيكون موجود في الليفر. طيب يعني ايه المشكله؟ يعني جلوكوز 6 فوسفاتيز موجود في الليفر يبوظ مش ازمه يعني؟ هنقول لا، لان لو جلوكوز 6 فوسفاتيز انزيم باظ معناها ان الجلوكوز 6 فوسفيت هيفضل موجود في الليفر زي ما هو، معناها ان احنا مش هنعرف نعمله ريليز انتو ذا بلاد، معناها ان الجلايكوجين هيتصنع في الليفر ومش هعرف اتخلص منه، معناها ان الجلايكوجين هيكون مالي الليفر بكميات عاليه جدا الا الليفر والكيدني ما يقدروش يستحملوها. يبقى اذا هيحصل عندي لودنج للليفر سيلز والسيلز بتاعت الرينال كونفوليوتد تيوبولز وذ الجلايكوجين، وبرده الجلايكوجين هيكون ان افيلابل، يعني الجسم مش هيعرف يستخدم الجلايكوجين وقت ما يحتاجه، وبالتالي الجسم هيشفت للليبيد ميتابوليزم. يعني ايه الليبيد ميتابوليزم؟ يعني هيبدا يعمل كيتوجينيسيس عشان يستخدم الكيتون بوديز، فده ممكن يسبب حاله اسمها الكيتوزيس، يعني البي اتش بتاعته البي اتش بتاعته بتنخفض نتيجه ارتفاع الكيتون بوديز الموجوده في البلاد، بالاضافه الى ان هو هيحصل فيه هايبر ليبيديميا. هايبر ليبيديميا يعني ايه؟ يعني نسبه الليبيد اللي موجوده في البلاد برده هتزيد، بالاضافه لان هو هيحصل حاجه مهمه جدا ممكن تسال فيها في الشفوي، ان الفون جايف ديزيز بيقول ان ده يعتبر اكمبانيد باي ديزيز ثاني مهم جدا اللي احنا بنسميه الجاوتي ارثرايتس. يعني ايه الجاوتي ارثرايتس؟ يعني بريسيبيتيشن لليوريك اسيد كريستالز في الجوينت، وده بيكون اكثر عرضه للانفلاميشن، بيسبب بينفول اتاكس وهكذا. طيب يجي الدكتور في الشفا ويسالك ايه هي العلاقه ما بين الجوتي ارثرايتس والبون جاك ديزيز، هتقول له ايه؟ هتقول له اول حاجه البون جاك ديزيز، هتقول له من البدايه تاخده واحده واحده. البون جاك ديزيز معناها ايه؟ معناها جلوكوز 6 فوسفاتيز انزيم قليل. معناها ايه؟ معناها ان جلوكوز 6 فوسفيت هيعلى. الجلوكوز 6 فوسفيت هيعلى معناها ايه؟ معناها ان انا هبدا اشوف طرق ثانيه ادخل الجلوكوز فيها غير الجلايكوليسيس، لان انا بقى عندي نسبه كبيره من الجلوكوز 6 فوسفيت عمال اعمل جلايكوليسيس، فبالتالي عايز اشوف باثوي ثاني هدخله فين؟ الالترناتيف باثوي اللي احنا اتفقنا عليه المره اللي فاتت اللي هو عباره عن الهكسوز مونو فوسفيت شنط. طيب دخلت الهكسوز مونو فوسفيت شنط، احنا قلنا الهكسوز مونو فوسفيت شنط هو المسؤول عن ايه؟ هو المسؤول ان هو يصنع لك الرايبولوز، مسؤول ان هو يصنع لك الرايبولوز 5 فوسفيت. طيب الرايبولوز 5 فوسفيت ده مش ده يعتبر بيورين نيوكليوتايد؟ هيقول لك اه. طيب البيورين نيوكليوتايد دي مش بيحصل لها كاتابوليزم؟ هيقول لك اه. يبقى اذا نسبه اليوريك اسيد عليت عندي ولا لا؟ يبقى اذا نسبه اليوريك اسيد عندي عليت، يبقى اذا ده اللي هو يعتبر اول سبب زياده الجلوكوز 6 فوسفيت. دخلت الهكسوز مونو فوسفيت شنط طلعت الريبولوز 5 فوسفيت، لما يجي يحصل له ديجراديشن هيكون لي اليوريك اسيد، اليوريك اسيد عالي، ده اللي هو اول سبب. ثاني سبب اللي هو زياده الجلوكوز 6 فوسفيت معناها فوسفيت ديبليشن، يعني انا عندي جلوكوز عمال ياخد كل الفوسفيت اللي عندي في الجسم لغايه ما الفوسفيت خلص، هيعمل ايه دلوقتي؟ يعني ما عدتش عارفه احول الاي دي بي الى اي تي بي علشان استخدمها كمركب طاقه، وبالتالي الاي دي بي هيبدا يحصل له كاتابوليزم. الكاتابوليزم يعني بيورين كاتابوليزم، بيورين كاتابوليزم معناها برضو ان انا برفع نسبه اليوريك اسيد اللي بيكون موجود عندي في البلاد، وبالتالي بيؤدي الى بريسيبيتيشن بتاعه في الجوينت، وبالتالي بيؤدي الى الجوتي ارثرايتس.